نداء إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحترم، السادة أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المحترمين، السيد رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باولو بينيرو المحترم، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة فومزيلي مالامبو ناغوغا المحترمة والمنظمات الحقوقية، إن المخططات الإجرامية للدولة التركية تزداد يوما بعد يوم، بحيث لم تقف عند أي حد من الحدود، واتخذت من القتل والتهجير والترهيب والتطهير العرقي دستورا وقانونا لها. وها نحن اليوم بتاريخ 23/6/2020 نكون شهودا على جريمة أخرى بحق الإنسانية عامة والشمال الشرق السوري خاصة، حيث قامت طائرات الاحتلال التركي في يوم الثلاثاء 23/6/2020 قرابة الساعة 7:30 مساء باستهداف المنزل المدني للسيد مصطفى محمد خليل وزوجته السيدة أمينة ويس، مما أدى إلى استشهاد 4 نساء مدنيات هم أمينة ويس، زهرة بركل، هبون ملا خليل. وها نحن نجد أن الدولة التركية عازمة على أداء فصولها التنفيذية التي تختلف عن بعضها البعض، ليس في حجمها أو زمانها ومكانها وحسب، وإنما في بشاعتها ومدى تحديها المستمر للنظام العام العالمي بكامل هيكليته عرفا وقانونا وأخلاقا. ولطالما كانت السبب في شقاء وقتل الشعوب، وهنا اليوم أيضا نستذكر شهداء مجزرة كوباني التي حصلت بتاريخ 25/6/2015، وكانت أيضا تركيا هي المسؤول الأول والأخير عنهم بشكل غير مباشر. واليوم نرى إن مصدر ما آلت إليه هذه النسوة التي قتلنا هو المحتل التركي أيضا، الذي أصبح ينتقل بين الأدوار تارة بيد أدواته الإرهابية التي صنعها، وتارة بتدخله المباشر ليطلق عنانه ليمارس القتل والخطف والاغتصاب والترهيب وحرق كل ما هو نبات وتدمير كل ما هو قائم وتهجير الأصيل المتجذر، وهو مصدر كل جريمة دولية ارتكبت وترتكب في شمال وشرق سوريا. إنما يفيد به المعنيون بحقوق الإنسان سواء محليا أو إقليميا أو دوليا يؤكده الواقع لجهة ارتكاب الدولة التركية في كل ساعة من وجودها على جغرافية شمال وشرق سوريا جريمة دولية. ولقد اختارت الدولة التركية أن يكون نصف مساحة إجرامها بحق المرأة في شمال وشرق سوريا انتقاما من دورها الريادي والمحوري في كسر شوكة الإرهاب في كوباني وعفرين وطل أبيض ورأس العين، حيث تم من جديد ومرة أخرى استهداف المرأة الكردية التي ناضلت ولا تزال تناضل لأجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة على مستوى العالم للتخلص من التخلف والرجعية التي لطالما غزت الحروب والأحقاد تجاه السلام والمساواة. وبالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال وشرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص، بما أن الدولة التركية مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في شمال وشرق سوريا، ولأن جرائمها موصوفة بالمواد 5678 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، وهي جرائم دولية وأركانها مستوفية بدلالة المادة 9 من هذا النظام، وتستوجب تحرك المدعي العام الدولي عملا بالمادة 15 بنظام روما الأساسي. لذلك فإننا نوجه نداءنا هذا إلى هيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام والمدعي العام الأممي في القضاء الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم أن تمارس دورها التاريخي وتبادر إلى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والإنساني، وخاصة المادتين 2 و4 من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين 1 و89 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وذلك للحيلولة سريعا دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعتها ومحاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وإنهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشرق سوريا، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين. تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا.